بسم الاب والابن الروح القدس اله الواحد امين. مجدنا اكراما للثالوث القدس الهنا. نفتكر ان احنا كنا اتكلمنا عن الله محب البشر، ويمكن كلامنا ما يوفيش محبه الله البشر، ومش بكلمه او بمحاضره او بعظه، ولكن محبه البشر دي اختبار المفروض كلنا بنختبره. وتكلمنا على الله الرؤوف طويل اناه والرحيم، صفاته الأبوية الجميلة دي. واتكلمنا على الله الغافر، غافر خطايا، لأنه إن كان هو يطلب مننا إن احنا نتوب لازم نتأكد إن هو غافر ويسعى للغفران. وفي الصوم الكبير بالذات ده زمن التوبة، نقول ليس عبد بلا خطية ولا سيد بلا غفران. قل أخطأت أخطأت يا رب يسوع اغفر لي، لأنه ليس عبد بلا خطية ولا سيد بلا غفران. النهاردة بقى ناخد جزء آخر من سلسلة صفات الله الجميل، غير السلسلة اللي مسكها أبونا المسيح على ألقاب السيد المسيح، إن ربنا إلهنا اللي بنعوده ده ضابط الكل ومدبر الكل. لألا إذا كنت تكلمنا على صفاته الأبوية من طيبة من رحمة من حنية من تراؤف من كثير إحسان، نفتكر إن الأمور ليست في يديه. كل أمور الحياة في يديه، كل أمور العالم في يديه، لأن هو الخالق وهو العظيم وهو الأزلي وهو بداية الحياة، هو اللي أوجد الحياة، هو اللي أوجد الموجودات من العدم من العدم، فهو السبب في وجود الحياة كلها على الأرض والمخلوقات كلها على الأرض، وسبب في وجود الإنسان على الأرض. جبل الرب الإله تراب من الأرض ونفخ فيها فصار آدم نفسا حي، هو اللي أعطى الحياة، فهو الخالق. فالخالق العظيم ده الجبار القدوس هو ضابط الكل، بانتوكراتور، هو مدبر كل شيء، هو العالم بكل شيء، وهو المتحكم في كل شيء، لأنه هو الله العظيم القدوس. يضبط كل الكائنات، كائنات دي بقى أشكال والوان، لا يخرج شيء من الحياة ولا من الكائنات عن رقابته أبدا. ودي سر عظمته. طب إزاي يشوف العالم كله، وإزاي يتابع الناس كلها، وإزاي يتابع المخلوقات، وإزاي يتابع الأجرام والكواكب والبحار والمحيطات وما فيها، إزاي يتابع فكر الإنسان، إزاي يتابع شر الإنسان، إزاي بيخبط على باب كل إنسان، إزاي موجود في كل حتة. هو ده الله، هو ده الله العظيم القدوس القادر على كل شيء، ضابط الكل. هي دي عظمته، إن الله في كل مكان ولاهوته مال السماء والأرض، يعني موجود وهو متجسد في شخص ابنه ربنا يسوع المسيح، برضو لاهوته كانوا مال السماء والأرض، لا يخرج شيء عن رقابته وعن تدبيره. ولا يخرج كل شيء، كل شيء يعني السمائيين والأرضيين، يعني كل الأرواح وكل المخلوقات، منهم الملائكة ومنهم الشياطين وما فوق الأرض وما تحت الأرض، الكل مذلول وخاضع بعنق العبودية تحت خضوع قضيب ملكه. كونوا رب، كونوا إله، كونوا نعبده وإحنا وهو معبود، الكل تحت سيطرته وتحت سلطانه وتحت قدرته وتحت تدبيره. وحتى أعمالنا يقول لك إيه في سفر الملاخي الإصحاح الثالث، هنئذ كلم متقو الرب كل واحد قريبه، والرب أصغى وسمع وكتب أمامه سفر تذكرة للذين اتقوا الرب والمفكرين في اسمه. هنا طبعا باعتبار أن كل أمور البشر مسجلة ومعروفة عنده سابقا، حتى حاجة عظيمة أو أن يكون ربنا بهذه القدرة العظيمة. وإن كان يعرف أعمال البشر ومسجلة عنده، فمن صفاته يكون ضابط الكل انه هو هيحاسب كل انسان على حسب اعمال، ان كان خيرا وان كان شرا. في متى 27 يقول انا اتي لاجازي كل واحد حسب عمله في يوم للدينونة. نقول له ووضعت لنا يوما عشان تدين المسكونة كلها بالعدل، وتعطي كل واحد كواحد على حسب اعماله. فكونوا ضابط الكل، هو هيدين ويحاسب كل واحد على حسب أعماله، ويجازي، يجازي الأبرار ويجازي الأشرار، يجازي الأبرار بالخيرات
لهم رسل الملك الملك المعد لهم قبل انشاء العالم، ويجازي الاشرار ويقول لهم اذهبوا عني يا ملعين الى النار الابدي. يجازي، ودي مش قسوه منه ولكن ده عدل، ده عدل ان الله يجازي الاشرار ويعطيهم نتيجه شرهم، والله يجازي الابرار ويعطيهم نتيجه برهم وقداستهم. ده عدل من ايه؟ من الله. نلاقي كتاب مقدس في وضع كثيره ذكر ان الله يجازي الاشرار ويعاقب، وهنقول هو ربنا عاقب مين بالظبط. يعني مثلا في الطوفان ربنا طلب من نوح يبني فلك، والناس كانت بتتساءل واوقات كانت تصخب من نوح ان هو يبني الفلك. نوح كان يتكلم ويقول لهم ان في طوفان جاي على الارض، في هلاك جاي على الارض، في شر جاي على الارض. طب لو كانوا تابوا اعتقد كان الله لا يرسل الطوفان، ولكن لم يتوبوا بل سخروا من ايه؟ من نوح. فمنادات نوح وبناء الفلك نفسه دي كانت رساله للتوبه ولم يستجيب. اذا عاقب مين؟ عاقب الذين لم يتوبوا. وهكذا في سدوم وعمور، بعت ابونا ابراهيم وقال له ان تبقى حتى 10 صالحين او ابرار لا اهلك الارض، وراح ابراهيم يدور ما لقاش، وابتدى ربنا بعدد كبير وبعدين نزل العدد الصغير وما لقاش. فهو الانسان الشرير هو اللي حكم على نفسه بالايه؟ بالعقاب. وهكذا فرعون مصر، ما ربنا بعت له موسى قال له اخرج شعبي الى البري، طلب منه طلب واحد وفرعون عارض وعاند، وقبل ما ربنا يضربه وراه قدرة الله لما موسى وهارون ألقوا العصاية وتحولت إلى حياة وبلعت حياة الايه؟ الصحراء. إذن الله لا يعاقب إلا الأشرار الذين لا يتوب. ربنا يحفظنا كلنا، زمن التوبة مفتوح، ولكن هو من كونه ضابط الكل يجازي الأشرار ويجازي أيضا الأبرار في ملكوت السماوات. وهكذا أيضا الشيطان، ما نقدرش نقول إن الشيطان إلها للشر. الشيطان مش إله، هو ما فيش إلا إله الآلهة ورب الأرباب وملك الملوك هو الله، والشيطان مش إله، الشيطان مخلوق، وكان رئيس ملائكة زي رؤساء الملائكة الآخرين، وكان حامل النور ولكنه سقط، فما زال مخلوق. عنده طاقة، عنده قوة، عنده قدرة ملائكية روحانية بيستخدمها في الشر لأنه تكبر سقط، ولكن ما زال تحت سلطان الله وسلطانه محدود لأن ربنا ضابط الكل، برضو يتحكم في الإيه؟ في الشيطان. وهقول لكم إزاي، بس قبل ما أقول لكم إزاي هقول إن حتى لما الإنسان سقط وكل الأنفس ذهبت إلى الجحيم، وقلنا الجحيم ده كان تحت سلطان إبليس، ربنا يسوع المسيح بقوة لاهوته كان له سلطان على الجحيم. والدليل إنه هو لما أقام ابنة ياروس وابن أرملة نايين والعازر استدعاهم منين؟ من الجحيم. ما دي كانت أرواح كان لسه الخلاص ما تمش وكانت تحت قبضة الشيطان في الجحيم، فربنا استدعى الأرواح دي لأن الشيطان له سلطان محدود. إن كان هو له سلطان على الجحيم وربنا هزمه بموته وصليبه وخلص كل الأنفس، فما قبل الخلاص استدعى أرواح من اللي كانوا في الجحيم، فالله له سلطان على كل شيء. إيه بقى سلطانه على الشيطان؟ هناخد مثال مثلا في قصة أيوب الصديق، بياخد من ربنا إذن في التجربة، إذن في التجربة، فالله سمح مش بتجربة، الله ما أرادش يجرب أيوب ولكن الله سمح بتجربة إيه؟ أيوب، وجرب أيوب بحدود، الشيطان جرب أيوب بحدود، سمح له الله حدود معينة، قال له ما يمدش إيده إلا على مال أيوب وبيته، فلم يتجاوز الشيطان، ما قدرش ياخد كريديت أكتر من اللي مسموح به، لأن الله ضابط الكل. ربنا ضابط الكل. في التجربة التانية قال له ممكن تمدي ايدك على جسده انما نفسه ما تمسهاش، وبرضه الشيطان مشي في الحدود اللي ربنا سمح له بيها. وهكذا في العهد الجديد يسوع كان بيخرج شيطان على من شخص
وبعدين كانوا شياطين كثيرين فكان اسمهم لاجئون، وقالوا احنا لاجئون، وربنا بقود ربنا يسوع المسيح بقدرته خرجهم. فهم الشياطين استأذنت ربنا يسوع المسيح ان يدخلوا في ايه؟ في قطيع الخنازير، استئذان، لان هم تحت سلطان الله ضابط الكل. يبقى ما نقدرش يا احبائي نقول ان احنا ضعفاء قدام الشيطان، ده احنا اقوياء على الشيطان. والدليل يقول لك اعطانا السلطان ان ندوس الحيات والعقارب وكل قوات العدو، لان احنا اللي معانا ربنا، واحنا اللي مكتوبين على اسم ربنا، واحنا اللي علينا علامة دم خلاص ربنا، واحنا ابناء ربنا. اذا الشيطان اضعف من الانسان، والانسان في ايده اسلحة، ايمانه بربنا، اسم الرب برج حصين، اسم ربنا يسوع المسيح، اسم ربنا برج حصين يخرج يسكن اليه الصديق ويتمنى، او يركض اليه الصديق ويتمنى. واسم الصليب، اسم الصليب دوت، اسم الصليب تهلك الايه؟ الشياطين، لانه بتفكروا بعلامه النصره، علامه ربنا يسوع المسيح، بتفكروا بموقعه الغلبه والنصره، ربنا غلبه عليها، اسلحه وقوه. اذا ما تقولش الشيطان اعظم من الشيطان، عنده حيل، عنده حيل وعنده قدره وقوه، بس ازاي يعني واحده يعني زي امنا اريني وهي في داخله الدير جديد، وبعدين الشيطان يخوفها وترجع تجري لامنا الرئيس تقول لها يا بنتي ده عامل زي القشه، انفخي فيه بعلامه الصليب، شوف الخبره الروحيه. وواحده زي الشهيده مارينا وهي طفله صغيره، ويظهر لها الشيطان تمسكه من قرنه وتقول له قول لي وقر قدامي انت بتحارب الناس ازاي، وكان يظهر لابو مقار، وكان ابو مقار يقول له انت ايه، انت ايه فخاخ اللي انت حاطط فخاخ اللي انت عندك، يقول له الفخ ده كذا، الفخ ده كذا. فابو مقار يرفع راسه وسام يقول له يا رب من يفلت من هذه، يسمع صوت الله يقول له المتضعون يفلتون. يبقى قوتك في اسم ربنا يسوع المسيح، قوتك باسم الصليب، قوتك في حماية ربنا، وقوتك ايضا في اتضاعك، في اتضاعك، انك في اتضاعك تتشبه بشخص ربنا يسوع المسيح الذي اخلى ذاته، فتقدر تغلب الايه؟ الشيطان. وهكذا هكذا. والله يعطي البعض سلطان لاخراج الشياطين، واعطى الرسل، ويعطي اخرين موهبه اخراج الشياطين، يؤمرهم يطلعوا بره الايه؟ بره الجسد اللي ساكنين فيه او سيطروا عليه، او بره الاماكن. مره اباء البراموس دير البراموس حكولنا ان كان فيه في ريست جنبيهم لاحدى اولادنا المسيحيين، وكان في حروبات شديده، فبعت بعض الرهبان المباركين وصلوا ورشوا الميه وسمعوا صراخ الشياطين وهو بيهربوا من ايه؟ من هذه. اذا يهربوا من الاماكن او يهربوا من الاشخاص بسلطان الله اللي اعطاه للبشر، اعطاه لاولاده. يبقى الله ضابط الكل، عنده سلطان على الشيطان، ويعطي السلطان لاولاده كمان من قدرته ومن قوته. يبقى الله ضابط الايه؟ الكل. طب هنا في قضيه مهمه جدا جدا نتكلم فيها ونختم بها. إن كان الله ضابط الكل، إن كان الله ضابط الكل، وإن كان محب البشر، ليه في متاعب؟ ليه في أضرار في الكون؟ أرميا كان بيسأل في الإصحاح 12، أبر أنت يا رب من أن أخاصمك؟ مش يعني هخش معك في جدال وأزعل منك، أنت أعظم من كده يا رب، ولكني أكلمك من جهة أحكامك. أنا شايف في أمور يا رب عايز أسألك فيها، من حقي أسألك، أنا ابنك يعني. لماذا تنجح طريق الأشرار؟ ولماذا اطمأن كل الغادرين غدرا؟ لماذا تنجح طريق الأشرار واطمأن كل الغادرين غدرا؟ مش أرميا لوحده اللي كان بيتساءل، وكان عنده حيرة في الأمر ده. ده جدعون لما ظهر له الملاك وقال له يا جبار البأس، وبس خد بقى إيه طاقة ورسالة إن هو هيروح يخلص، إنه كان قاضي من القضاء. ففي سفر القضاء 6 يقول لجدعون للملاك أسألك يا سيدني إن كان الرب معنا فلماذا أصابتنا كل هذه؟ إن كنت أنت رب معانا، وإن كنا أولادك، وإن كنا من يمسكم يمس حدقة عيني، وإن كان نقشتكم على كفي ومحبة أبدا، ليه يا رب سمحت بالفيروس؟ ليه يا رب سمحت بالمرض وبالألم؟ ليه يا رب حيرت العالم كله، وحيرت الرؤساء، وحيرت العلماء، وحيرت الأطباء؟ ليه يا رب في ناس مرضى وناس مناعتها ما تقدرش تحتمل الفيروس وتموت؟ ليه يا رب في ناس تشفى؟ ليه يا رب العالم كله يعطل، لا شغل ولا بزنس ولا دراسة ولا عمل ولا إنتاج ولا ليه يا رب؟ ليه يا رب ما أنت ضابط الكل وخالق الكل وقادر على الكل وبتحب البشر؟ ليه يا رب؟
ليه يا رب؟ القضية دي كبيرة جدا وما نقدرش ناخد فيها وقت قليل، ولكن ايه، نقول ان في فرق كبير جدا بين إرادة الله وسماح الله، بين إرادة الله. الله لو يريد يجرب البشر ده من أبوته ومحبته عشان الناس ترجع إليه. الناس كلها انشغلت، حتى اللي بيعبدوا ربنا مشغولين بالعبادة، زي على رأي إحدى الوعاظ، انشغلنا بالقدسات ولم ننشغل بالقدوس. يعني ناس كتيرة انشغلت بالقدسات وبالعبادة وبالروتينية وبالحرفية وبالتكرار وبعبادة عبادة عبادة، وفي وسط العبادة نسينا القدوس اللي احنا بنعبده. يعني يمكن بولس برضو أشار للحتة دي، معلنا بولس بيقول ايه، أقول لك أخشى أو أخاف بعدما أنا كرست للآخرين. ما دي برضو أمر رعوي ومهم جدا كده، اكرزوا للعالم كله، أصير أنا نفسي مرفوضا، أنا نفسي مرفوضا. فالعالم انشغل، حتى ممكن عدو الخير أو ضعفنا يخلينا ننشغل بإيه، بأشياء روحية دون أنشغل بالله، دون أنشغل بخلاصنا. فربنا من حقه إذا أراد يبعت رسائل للناس، ومن حنيته بيبعت رسائل متنوعة فيري سوفت جميلة خالص 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 في الأول، ولما الودان تصم والقلب يتقل ويسقل الإنسان كده، ربنا يبعت رسالة قوية شوية. من حقه كإله، من حقه كإله. إنما أوقات تبقى من ضعفنا، من أبونا لسه قال شوية، استرشد ببطرس، أبونا ميخائيل ببطرس رسول، يقول لك من أين الحروبات، من أين الخصومات، أليس من أعضاءكم المتخاصمة؟ ما يعني واحد بدخل نفسه في تجربة، دخل نفسه في ألم، إحنا في صراعات وفي خصامات وفي ما فيش محبة، فبندخل نفسنا في إيه، في تجربة وهكذا. فإذا فرق ما بين إرادة الله ومن حقه يريد لو عاوز يجرب المخاليك أو البشرية من محبته، وفرق بين هو يسمح زي ما سمح لمين، للشيطان. إنما نحط مع الحاجات دي بقى ثوابت، يعني تحفظ فكرنا تجاه الله، إن ربنا هو الخير المطلق، الخير المطلق والمحبة المطلقة، وحرصه على خلاص الإنسان. ليه؟ عشان ينفذ الخطة الأولى بتاعت خلقة الإنسان. الخطة الأولى كانت الله إيه؟ يقول لك لذاتي في بني آدم، وخلق الإنسان عشان يعيش معاه في الجنة. طب الخطة دي فشلت، أخطيت، الخطة دي تشوهت بسقوط الإنسان، فبيرجع الإنسان مرة تانية إلى رتبته الإيه؟ الأولى. فده ربنا مصلحته إن الإنسان يرجع إلى الرتبة الجميلة الأولى اللي خلقها إيه؟ عليه، عشان يتمتع بحضرته، الإنسان يتمتع بحضرة إيه؟ الله. فهو الخير المطلق كله والمحبة كلها، أي شيء يصدر عنه يصدر عن محبته وعن كونه خير وصالح وكونه رحيم. دي مبادئ ما فيهاش أي تغيير ولا أي فصال، أي فصال، حتى لو إيده تقيلة، حتى لو الإنذار شديد، حتى لو عاقب، حتى لو سمح بالمرض، حتى لو سمح بالوباء، حتى لو سمح بالحروب. لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد، تخافوش، خافوا من مين؟ الذي يقدر أن يقتل ويهلك، يبقى نفسك محفوظ. يبقى لو ربنا لو عاوز البعض يصاب ويتعافى أمين، لو عاوز البعض يصاب ولا يتعافى أمين، اللي أصيب وتعافى خد درس في حياته، يحفظ صحته، يحفظ خلاصه، يحفظ أبديته ولا أخر. اللي أصيب ولم يتعافى رسالته خلصت وروحه راحت فين؟ في ايد الله. يبقى شايف ان ربنا الوقت ده اكتر وقت مناسب ان هو ياخده ايه؟ اليه، وهكذا. فحرية الارادة اللي ممنوحة لينا احنا، ان احنا نتبعه او لا نتبعه، ان احنا نمشي معه ولا ممشيش معه، ان احنا نقبل عمله وخططه وارادته في حياتنا او لا. ودي برضو دي نعمة من نعم اللي ادهانا ربنا للانسان. إنسان يختلف عن بقية المخلوقات، لأن الإنسان مخلوق على صورة ربنا في القداسة وفي البر وفي الخلود وفي العقل المفكر وفي الإرادة الحرة. أنت حر، أمامك طريقان، اختار الحياة لكي إيه؟ لكي تحيا. ومع ذلك الله عنده خطط إنقاذ إن سمح، إن سمح. ما قال لنا في سفر الملوك
أرسل الأوبئة وأرسل الأمراض، ولكن إذا اتضع شعبي وصلى وطلب وجهي ورجع عن طرقه الرديئة أسمع وأغفر وأشفي وأغفر خطايا. فالله برضو إيه عنده، إذا سمح إرادته عنده إنقاذ وعنده خلاص وعنده شفاء، وعنده شفاء على 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 سبيل اللي قال إن شاء الله لما الكنيسة تتفتح تاني ده دليل، وطبعا تبقى فيها الأسرار وفيها التوبة وفيها الاعتراف فيها المحبة وفيها العبادة النقية، يبقى احنا خدنا فرصة أخرى. احنا حاليا في فرصة، حاليا في فرصة، ولما الأسرار تبقى متاحة لنا دي فرصة كمان أخرى إن احنا نستعيد علاقتنا من خلال الأسرار المقدسة بالله. الله مثلا يسمح بالظلم، يسمح بالظلم ولكن لا يفلت الظالم من ايديه، لان الرب يحكم للمظلومين. يعني مش فقط بيسمح بالتجربة ايا كان، وبرضه من ضمن الامور يسمح بالايه، هو لا يريد الظلم، انه عادل ومحب، ولكن يسمح بالظلم لان يحكم الرب للايه، للمظلومين. سمح ربنا ان شاول يظلم داود، وعارفين القصة كلها، وشاول لم يتعظ فهلك، أما داود فأنقذه ربنا، أنقذه ربنا. وهكذا ابشالوم ابن داود ظلم أبوه، ظلم أبوه وتمرد على أبوه، وبعدين هو في إحدى المرات في الحرب، وكان هو جسمه كده كبير وشعره مفتخر بيه وماشي، وبعدين في جذع شجرة ماشي وهو على الحصان، قم جذع الشجرة يلقط شعره، قم إيه يموت من حنية أبو داود، إنه بكى على ابنه أبشالوم وقال كان جميلا وابني أبشالوم والآخر. فالله يسمح بالظلم عشان إنسان يتضع، عشان إنسان يتوب، ولكن لا يفلت الظالم من إيه، من يديه. وهكذا الله مثلا ترك الكنيسة في إيد الطغاة والمضطهدين وقتلوا كثيرين، إحنا كسبنا الشهداء وكسبنا الأكاليل، وبعد كده نصر الكنيسة. هو خطط، خطط كده، خطط وراها خير، وراها بركات، وراها خبرات، وراها نفع للحاليين وللإيه والأجيال. في سفر توبيت اللي قريناه في الجمعة السادسة، وتوبيت ده كان إنسان جميل، توبيا كان إنسان جميل جميل تقي، ربنا بيحبه، يقول لك كان يصنع الخير ويقدم الفلوس، وكان يدفن جثث الإسرائيليين لما هم كانوا في السبي. وبعدين في يوم من الأيام كان عامل وليمة، وبعدين عازم بقى الناس يأكلوا ويشربوا ويفرحوا مع بعض، وكان فرحهم روحي، وكان يتكلموا في أعمال الله. وبعدين سمع إن في شخص إسرائيلي في السوق اتقتل، إن كانوا في السبي، فساب الوليمة وراح خد الجثة ودخل بيها البيت وخفاها، وقال لك وجلس يأكل بالدموع، وتذكر نبوة النبي لما قال عيادكم تتحول إلى نوح وتأكلوا خبزكم بالدموع، وكل الأكل في وسط الناس بالدموع، بس هو عمل الخير. فابتدوا المعزومين قرايبه، وابتدت مراته إيه يعيروه، وقولوا له لأجل ذلك الملك طلب حياتك، وإنت بتحط نفسك في مأزق وضيقة مع الملك لأنه أنت بتعمل أمور مخالفة. قال لهم ما تقولوش كده، إحنا أبناء القديسين وملكنا هو ربنا. ومع ذلك من إرهاق ومن الحزن ينام جنب الحيطة، ويجي الإخراج بتاع الطير واسمه الزورق ولا اسمه إيه، وبعدين يجي في عينه وهو سخن، وده كيميكال طبعا بتنزل على العربيات بتغير البندنج بتاعها، ومعينه تعمى. ومن الإنجيل يقول إيه، وسمح الله بهذه التجربة له لكي يتعظ آخرين منها. وطبعا ربنا كان معاه وفرحه في الآخر وشفاه، وابنه اتجوز ورجع له الخير وعاش أيامه بفرح. فربنا عنده إنقاذ، يسمح بالتجربة بس عنده إيه، إنقاذ. ومن يحربه الرب يجربه، وما تخرجش التجربة عن سلطان الله ضابط الكل، لأنه يسمح بديك شكلها إيه، يعطي المنفى شكله إيه، يعطي البركة نتيجة التجربة شكلها إيه، لأنه هو ضابط الإيه،
الكل. فإن كان في سماح وإن كان في إرادة وإن كان في ظلم وإن كان في تجربة وإن كان الأشرار بينجحوا وإن كان وإن كان كل ده تحت سلطان الله ضابط الكل، ضابط الكل. يقول لك إن عرفت وأمنت بقى إن ربنا ضابط الكل، ضروري إن الواحد يتضع وضروري يؤمن ويثق فيه إنه مدبر كل أمور حياة الإنسان. اللي خلاه يدبر أمور الطير، اللي خلاه يلبس صنابق الحقل، يقول لك أبهى من سليمان في عز إيه في مجدها، اللي خلاه يقود طيور السماء، واللي بيقول شعرة واحدة لا تسقط من رأسكم إلا بإذن أبيكم، نثق فيه ونؤمن به ونتضع أمامه، لأن هو ضابط الكل وخالق الكل ومدبر كل شيء وعنده قدرة إلهية خارقة على المخلوقات وعلى العالم وعلى الأحداث وعلى الأشخاص والآخر. إن عرفت هذا لابد أن يدركك الاستحياء، يكون واحد كده يستحي أمام الله من أي عمل تعمله ومن كل فكر وحش تفكره وتخجل منه، ودائما تكون في حالة التوبة والجهاد والقداسة اللي تعيش بيها مع الله اللي شايف كل حاجة وعارف كل حاجة ومدبر كل حاجة. ربنا يبارككم، لإلهنا المجد دائم الأبد آمين. تفضل ونصلي. بسم الله الأب والابن والروح القدس إله واحد أمين. إلهنا مخلصنا الصالح، ما أحلى كلمة اللي قالها أبونا النهاردة، إنك أنت ضبط الكل يا رب، وإحنا متأكدين وعارفين، ولكن يا رب بالضعف البشري بتاعنا واستماعنا يا رب للأصوات الخارجية وليك لصوت الإنجيل، يا رب ادينا صوت الإنجيل وادينا نعيش كلام الإنجيل ونثق بكلام الإنجيل، لأنك ستظل أمين إلى النهاية يا رب، أنت الضابط يا رب. بارك يا رب في كل الأباء وخدماتهم، وبارك في هذه الكنيسة وكل الكنائس يا رب، بشفاعة الطاهرة أم النور، العذراء أم النور اللي كانت أحسن مثال بأنها عارفة أنك أنت ضابط الكل، ومن أول يوم قالت أنا خدمتك يا رب، أنا خدمتك يا رب. شفاعة شفيع هذه البيعة البابا كرولوس عمود الدين والبابا كرولوس السادس، اسمعنا عندما نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك يأتي ملكوتك، تقم مشيئتك من السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نحن أحد المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، المسيح سوى ربنا لك الملك والقوة والمجد أبدا آمين. حبة الله الآب نهاية مخلصنا يسوع المسيح شركة تسكن مع جميعكم، سلام ربنا يكون معكم.